بسم الله، ونستأنف مع بعض باقي الفصل ده او شابتر 3 controls، واخر ادوات التحكم او الكنترولز بتاعتنا الكامبو بوكس، الجروب بوكس، راديو باتون، وتشيك. طبعا مهم قوي في الادوات، كل الادوات اللي احنا بندرسها مع بعض، انك تعرف ايه وظيفة الاداة بالظبط، ايه اهم الخصائص بتاعت الاداة دي. يبقى الاداة، هنركز على الاداة ووظيفتها، ماشي، واهم الخصائص. اهم الخصائص، الخصائص دي بتاخد قيم ايه، values، ماشي، علشان نبقى فاهمين، لان هي دي الاسئلة بتيجي في الحدود دي. اول اداة النهاردة ايه، اداة الكومبو بوكس. الكومبو بوكس is a control to choose start pop drop down list. يبقى بتعرض قائمة عناصر، احنا بنسميها باللغة العربية قائمة منسدلة. لما بتيجي تختار مثلا دولة، هو مكتوب لك هنا USA مثلا، بتضغط على السهم ده بتنسدل قائمة فيها كل الدول، وانت بتختار منهم ايه الدولة اللي تناسبك او الدولة اللي انت عايز تختارها. فده معنى الايه، الكامبو بوكس. كومبو بوكس كنترول displays shows or display a drop down list which from which one item can be selected. يبقى انت هنقدر نختار ايه، عنصر واحد من العناصر القائمة الايه المنسدلة. طب ايه الهدف يعني، او ايه الفرق بينها وبين الليست بوكس؟ طبعا الليست بوكس بتعرض عناصر، برضو بتعرض قائمة عناصر لكن مش منسدلة. هنا انت تقدر تعرض كمية عناصر كبيرة لكن في بوكس صغير كده، عشان توفيرا للايه، للمساحة. هنا بيوفر في الايه، في المساحة. اهم خصائص اداة الكامبو بوكس، خاصية ايتمز طبعا علشان ايه، منها تضيف العناصر اللي انت هتعرضها او مفترض ان هي تتعرض في الكامبو بوكس. خاصية اوتو كومبليت سورس واوتو كومبليت مود. اوتو كومبليت مود الخاصية دي، افترض مثلا ان انا هدخل هنا في الكامبو بوكس بتاعي ده اسم دولة مثلا، ماشي، ثواني، هدخل انا هنا اسم دولة، اوكي، فانا عايز ادخل اختار دولة ايجيبت، هكتب ايه من لوحة المفاتيح، هتظهر لي كل الدول اللي بتبدأ بحرف اي، ماشي، زي انت بالظبط لما بتكتب في الموبايل بتاعك مثلا، اول ما بتضرب من اللوحة مثلا 0 11 مثلا 3، ماشي، هتظهر عندك لستة بكل الارقام المسجلة عندك اللي بتبدأ بالثلاث ارقام دول او بالاربع ارقام دول. دي الخاصية اللي اسمها auto complete mode، ماشي، it defines the method of a list completing process. هو بيقترح عليك بقى هنا suggest، ماشي، اقترح عليك مجموعة دول بتبدأ بحرف الايه، هتختار منهم مثلا الاكوادور ولا ايجيبت ولا ايه بالظبط، ماشي. طيب دي الخاصية نفسها عشان افعلها. في بقى auto complete source، يعني بقى ايه بقى الكلام ده، نجيب بس لون اتقل شوية، اوكي، ماشي. العناصر بقى، يعني انت لما بتكتب في الموبايل الارقام دي بتعرض عندك الارقام اللي تم اقتراحها من الموبايل، جت منين، من الارقام المسجلة عندك على الهاتف. فهنا انا هقترح المصدر اللي هجيب منه الاقتراحات
مقدرة حد هتيجي منين، هل هيجيبها من على النت مثلا، هيجيبها من ملف معين فايل مثلا، هيجيبها منين؟ غالبا هتبقى من الـ من الليست، من خاصية الايتمز الايه، من القيم اللي انت اضفتها فين، في الايتمز العناصر اللي معروضة في الكومبو بوكس او في خاصية الايتمز بتاعتها. خاصية زي دي مثلا او اداة زي دي هتعرض الدول دي، يبقى انا هدخل القيم دي ان انا في دي الفاليو بتاعت الخاصية ايه items. ماشي. effect of property هيظهر امتى الكلام ده، تأثير الأداة ده في ال runtime mode مش في الديزاين. هنضيف الدول دي، هنضغط هنا على الايه، على الباتون ده اللي هو السهم، هتظهر لي قائمة الدول اللي هي الجزائر والسودان والصومال وغيرها. عشان اختار منها choose او select when one item. auto complete mode suggest اقترح عليه، لكن ممكن تبقى في قائمة تانية none مثلا. auto complete source من ال list items، من الايه، من قائمة العناصر. يبقى المود النظام بتاعي النمط عامل ايه، اقترح عليه يعني، هنا هتبقى ايه شغالة يعني. الاوتو كومبليت سورس المصدر بتاعي، مصدر العناصر اللي انا هقترحها منين، اقترح له من ايه، من الليست اللي هو دخلها من items. الاداة التالية اداة الجروب بوكس، هنشرح فكرتها ببساطة كده. مثلا هفترض ان انا عامل البرنامج بتاعي بجمع مثلا مجمع بيانات من المستخدم، النيم مثلا، وهيدخل مثلا بيرث ديت تاريخ الميلاد، هيدخل مثلا الجرادويت الشهادة بتاعته، هيدخل مثلا الجوب الوظيفة. ماشي. فدي بيانات أساسية. ماشي. في مجموعة بيانات تانية أنا عايزها، اللي هو مثلا اتصال، بيانات اتصال مثلا ايميل مثلا والفون نمبر. ماشي. هيدخلوا كل ده مثلا في تكست بوكس. أداة مثلا هيبقى فيها مثلا هنا أداة كمان راديو باتون، اللي هو ميل، وفي ميل مثلا هل هو رجل أو امرأة. ماشي. طيب أنا مقسم مجموعة البيانات دي مجموعتين، مجموعة أساسية ومجموعة اتصال مثلا. طب أقسمهم إزاي؟ إن أنا هضيق، هعمل إطار للإيه، للأدوات دي اجمع فيه، وهعمل اطار للمجموعة التانية دي اجمع فيه، واكتب فوق الاطار ده بيانات اساسية. هنا مثلا connection data او communication communicating data. ماشي. طيب ايه الاداة بقى اللي انا اقدر احيط بيها مجموعة من الادوات او الكنترولز بتشتغل في وظيفة متشابهة او لها غرض متقارب يعني؟ دي اداة الجروب بوكس. فهنا هنا بيعرفها بيقول ايه، used to group عشان تجمع other controls of same function لها وظيفة متشابهة on the form window here's. طيب ماشي. يبقى ايه، عرفنا ايه الهدف اصلا من اداة الجروب بوكس. التكست مثلا اللي هيبقى على اللي بيحدد النص اللي مكتوب على اداة الجروب بوكس، الفور كولر عشان نحدد نوع النص، رايت تو ليفت اللي هو الايه، اللي هو المحاذاة يمين وايه وشمال. ادي اداة جروب بوكس اهي، وهنحط عليها ايه، اداتين، اتنين كنترولز، ادي واحد اتنين، فالاتنين بيجمعوا بيانات شخصية من المستخدم مثلا، فانا حطيتهم مع بعض في جروب بوكس. راديو باتون هي بتعرض برضو مجموعة اختيارات number of options، مثلا محافظة الإقامة مثلا، ده governorate، جافرنوريت المحافظة، هنا كايرو، وهنا ألكسندريا،
هنا لك أهلية مثلا، هنا سوهاج مثلا، وكمان هنا في احتمال أخير أذر. انت لما تيجي تختار المحافظة اللي انت مقيم فيها وشغال فيها، هتختار كام واحدة من دول؟ هي واحدة بس مثلا يعني. ماشي، لو انت ضغطت هنا في أهلية مثلا، الاوبشن الاول هيزال وهيظهر الاختيار ايه هنا. طب لو انت رحت على اول حاجة وضغطت، هي ايه، هيزال الايه الاوبشن ويظهر. فهي أداة بتعرض لك مجموعة من الاختيارات، وانت متاح لك انك تختار عنصر واحد فقط منها. The programmer user selects one alternative only، اختار بديل واحد بس من عدة ايه بدائل. كلمة alternative هنا يعني ايه؟ طبعا بديل. some distinctive properties، الخصائص المميزة ليها. checked، choose whether radio button has been chosen or no or not. هنا هيعمل كل أداة راديو باتون. لو هو المستخدم اختار دقهلية، فالعنصر ده او الايتم ده من راديو باتون اللي تشيكد بتاعته خاصة هتبقى ايه، هتبقى ترو ان هو تم اختيار العنصر ده. بينما ده هيبقى فولس، ده هيبقى فولس لانه بيختار عنصر واحد بس من بين المجموعة. خاصية التكست طبعا هنا ايه، انا كتبت هنا جوفرنوريت او المحافظة، هي دي خاصية التكست بتاعتي عشان اعرض النص على الأداة اهو. استمارة بيانات، ادي راديو باتون وادي راديو باتون. بيختار هنا عنصر من الاتنين دول، هو بيختار هنا عنصر من كام، من ثلاثة. ادي خاصية راديو باتون. التشيك بوكس بقى مميزة عنها شوية، ان انت مثلا لو انا بقول للمستخدم اختار الهوايات بتاعتك، هابتس، اتمنى كتبها صح يعني، مثلا ايه، معلش هي هتبقى ايه، هتبقى تشيك بوكس مربعات كده سكويرز، والمستخدم عنده ريدنج و ترافلينج و فوتبول مثلا، لينج فوتبول، عنده مثلا شوبينج. دي هوايات. هو يقدر بقى يختار عنصر اتنين تلاتة، يختارهم كلهم، ممكن ما يختارش خالص. فهو الأداة التشيك بوكس هنا بتعرض مجموعة بدائل، والمستخدم يقدر يختار أكثر من بديل. زي مثلا اللغات التي يجيدها الطالب هنا اهو، اختار هو إنجليزي وفرنسي ولغات أخرى. هنا خير كده، احنا بقينا بقى يعني انتهينا من الفصل ده اللي هو فصل الكنترولز أو أدوات التحكم. بقى لنا احنا جزء صغير قوي اللي بيتكلم عن ويندو، كود ويندو. انا الحقيقة فضلت ان انا اخلي كل حل الأسئلة والمراجعات للنهاية، يعني ان شاء الله قدامنا فيديو كمان واحد وحيد، وبعد كده هتبقى ايه، مراجعات وحل تمارين وامتحانات. وطبعا اي استفسار من حضراتكم في المنهج، يعني اي اقتراح طبعا مرحب بيه، وللتواصل ان انا نبهت اختار ايزي اكاديمي او تكتب ايزي اكاديمي على الفيسبوك او على يوتيوب، بس العثور طبعا عليها على فيسبوك اسهل، ايزي اكاديمي فيسبوك. وطبعا منشور عليها كل الفيديوهات، وبالتوفيق دائما بإذن الله، ونراكم في دروس.